بس نشرح مسألة في غاية الأهمية. أنا مرة أخرى أعيدها عليه، قبل أكثر من سنة ذكرت جنابك أن هناك تحول سوف يحصل في العلاقات الدولية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وأن كثير من الدول العربية سوف تذهب باتجاه روسيا. بالنسبة لهذه الدول العربية اللي حاولت أن تفتح قنوات مع روسيا، بالتأكيد كان لإيران أيضا دور، وهذا اللي ما حد التفت له. يعني إيران استطاعت أن تقيم علاقات مع الإمارات الفترة الأخيرة، حتى تدخلوا بالملف العراقي طبعا الإماراتيين والإيرانيين بالمناسبة. طيب. وكذلك قربوهم من تركيا وقربوهم من روسيا، وهذا كان ينسج الحقيقة كما ينسج الفارسي مع كل السجادة بهدوء سياسة. والأمريكان عندهم مشاكل داخلية حصلت بعد الانتخابات. أمريكا ليست ضعيفة، وإنما هذه الإدارة لها استراتيجي يبدو للآخرين أنه أمريكا ضعيفة، وهذا هو أكثر الأحيان يسقط به كثير من السياسيين عندهم غباء فيتورطوا في اللعبة. بالعكس، الآن المعادلة اللي قائمة في أوكرانيا، بوتين دخل وكان يعتقد أنه في 7 أيام يستطيع أن يبلع أوكرانيا ويرتب وضع سياسي محدد ينسجم مع سياساته. الحلف الناتو كان ميت سريريا تم إحيائه، وبالتالي إيران هنا من مصلحتها أن لا تسقط روسيا في هذه اللعبة، وبالتالي هذا اللاعب المهم بالسياسة الإيرانية تحرك بأنه أضعف منطقة، يعني ما تعرف بالسوفت ستيت، الدولة الرخوة، هو العراق، لغرض إيصال رسائل عدة، منها أنه إحنا باستطاعتنا هذا الشرق الأوسط اللي تريد أمريكا في هذه المرحلة وحلفها أن يبقى مستقر حفاظا على استمرار صادرات النفط اللي فيها أزمة الآن والغاز. وبالتالي إيران واضح جدا تهدد من خلال هذا الملف، وأهم منطقة في هذه يعني أهم دولة في هذه المنطقة هو العراق. أين يذهبوا في العراق حقيقة؟ يجب أن يوجدوا ذريعة لحتى يعني إيران تستخدم هذه الصواريخ. ما حصل في سوريا الحقيقة، وما حصل في سوريا خلاش أشوف لك نوع مو سر وإنما معلومة. نعم. زيارة بيننت رئيس وزراء إسرائيل إلى موسكو الأخيرة، اللي قيل عنها أنه لم تحصل وقيل اتصال هاتفي، بس هي زيارة، أخذ الضوء الأخضر بشكل مباشر من بوتين بأنه إسرائيل سوف تفعل وتفعل وتفعل في سوريا ما يحمي أمنها. وكانت بعد الزيارة بشكل مباشر مقتل الضباط الاثنين من الحرس الثوري، أي أنه الإيرانيين يعرفوا من حليفهم الروسي أنه سوف تقوم إسرائيل بقتل عناصرهم وميليشياتهم وذيولهم العراقية للأسف أو ما تنسب إلى العراق اللي موجودة في سوريا. زين. هذا تدري بي إيران تعرف بي عزيزي، لأنه بوتين أبلغ الرئيس الإيراني بيوم الثاني بعد زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى موسكو، أبلغ بكل التفاصيل بأنه حاولوا تسحبون جماعتكم وكذا، والأمور ترى رايحة بهذا الاتجاه، لأنه سوف يحصل فراغ في سوريا، سوف تنسحب في آخر المطاف روسيا من سوريا نتيجة الاشتداد المعارك في أوكرانيا، وبالتالي سوف تضعف قدرات روسيا. هنا من يشغل الفراغ؟ إسرائيل طلبت من روسيا بشكل مباشر أنه هي سوف تقوم بإشغال الفراغ، ليس بتواجد عسكري على الأرض، ولكن من خلال السيادة الجوية على سوريا وكثير من الأمور. وبالتالي هي تريد طرد إيران من هذه المنطقة. إيران ماذا تفعل؟ تجعل ولد الخايبة اللي هو إحنا، إن شاء الله العراق وليس أولاد خايبة، وإنما مصيبة العراق هؤلاء من يتحكم بمصيره. هذا كل المشهد الآن.